Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ahmed. Peace to you all. I'm Mahabam. And inshallah, we're going to show you how to do the first prayer of the day, which is Salatul Fajr. This is a 2-rakat prayer, and it's done out loud. In a moment, we're going to join Ahmed on the prayer mat. First, he will have made the Fajr Adhan, which we will show you how to do in the video on getting ready to pray. Then he will have done 2 rakat of Sunnah prayer before Fajr, and we'll show you how to do those in the video on the Sunnah prayers. Then he will make the Iqama, or the second call to prayer, and we will join him when he is making the intention to pray 2 rakat of Fajr prayer in his Ahmed is making his intention to pray Fajr 2 rakat. Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللَّهُ أَكْبَر. سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ. اللَّهُ أَكْبَر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد والشكر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. And now you can make personal dua before you end the prayer. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ya Allah, please accept my prayer. And now Ahmed's going to show us the whole prayer from start to finish, the way it would normally look. He's starting with making his intention to recite a Fajr prayer in his heart. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والشكر الله أكبر الله أكبر رب اغفر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. يا الله, please accept. And now you do the after prayer practice, and there is no sunnah after Fajr. Thank you, and inshallah, we'll see you in the next prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.